ديما صغار طالبة سنة للسنة الرابعة. أول شيء بدي أعرف بس في حدا منكم حاول يدخل صيدلة؟ وفي هيك كيف طلاب منيح عدد منيح؟ طيب الأسباب بسرعة فيكم تقولوا لي؟ لا بخصوص بالصيدلة سريعا من السنة الثانية بتاعت رح نبلش نشتغل 5 سنين. تمام. كمعلومات عامة في تقريبا يعني في حب يعني أحيانا بحب الكيمياء أكثر بشوي من الطبيعي يعني. معلومات عامة بالصيدلي، بالصيدلي أخذ طب بالصيدلي. الصيدلي أكيد عم بالصيدلي. تمام. طيب. كلا الصيدلي؟ هاي الكيمياء من برا، كان كيمياء من أرجنتينا، نقلت استقلالها عن كيمياء الحقوق البشرية بـ 1962. طيب، ليش بدي أدرس صيدلي؟ الأسباب اللي ذكرتوها كلها إن شاء الله رح نحكي عنها، أول شيء رح أعرف شو هي الصيدلي. الصيدلي هي العلم اللي رح يخليك تستفيد تشتغل بالدواء من وقت ما تستخلصه من النبات، أو من وقت ما تركبه بتركب صيغته وتركبه كدواء لحد ما توصله بشكل الصيدلاني اللي بيباع فيه بالصيدلية. هذا هو باختصار علم الصيدلية. طيب كثير بيقولوا انه الطب البشري مثلا طلع علامات بين بشري واسنان وصيدلية فانه اسهل يعني الصيدلية طبعا انه خلص بتمقل 5 سنين وخلص بشتغل صيدلاني بسم الله مبارك. طب هي بصراحة هي سهلة وحتى كدراسة سهلة يمكن اسهل من البشري بالاسنان بدون الأسنان بس فترة إنه هي أطول كمدة دوام أما الصيدلة هي أقصر بس السهولة تبعها حتكون عن جد ميزة حلوة لأنه أنا فيني أقدر أعرف أكثر عن المادة اللي أنا عم أدرسها لأنه مثلا حابة مثلا أنا بالنسبة لي مثلا بحب الصيدلة الكيمياء الصيدلانية فأنا لا معي وقت مثلا ممكن أنا أجلها للصيف مثلا مادة واحدة وأقعد أدرسها شهرين وأتمعن فيها عن جد. إذا بحب أنا الصيدلة فأنا بقدر أشتغل فيها، هذه هي الميزة شوي يمكن عن البشري أكثر. الناحية الثانية بتحب الكيمياء، الصيدلة خيار رائع لأنه ثلاث أرباع الكيمياء كيمياء تحليلية، صيدلية، حيوية، سريرية، كل شيء أنواع الكيمياء بتحبها موجودة بالصيدلة. بس كثير بتختلف عن الكيمياء تبع البكالوريا، ما تفكر أبدا، الكيمياء العضوية شوي قريبة. الناحية السائدة اللي هي إنه الصيدلي آخر شيء رح يلعب بالصيدلية. وراح يكون ضياع له تمام. هو فعلا يعني تجارة فيها كثير تجارة أكيد يعني هو نهاية مكان عم في بيع وشراء فهو أكيد في تجارة لكن في شيء بتعرفوا إنه في تأجير شهادة كمان هي بتكون أحد الأشياء اللي بتخلي الناس يدخلوا الصيدلية إنه أنا بأجر شهادتي وبقعد بالبيت وبوصلني يعني راتب وأنا قاعدة ومرتاحة ما في شيء. هلا اللي بده يأجر شهادته فهو حيكون بحث تجاري اكيد لانه الشخص اللي حياخذ شهادتك هو مانو صيدلاني اكيد ما حيتعامل غير مع دواء وانا بدي اربح بهذا الدواء. اما نهايه الصيدلي عن جد انا كصيدلاني في امانه انا لازم اديها يعني هي المهنه لها حقها لازم اعطيها. فرضا المريض بيروح عند الطبيب هو امانه عنده لحتى يشخص له الدواء يشخص له مرضه بشكل مناسب ويعطيه الدواء المناسب. لما يجي المريض لعندي هو حيكون امانه بين ايدي لانه انا بدي اعطيه الدواء الصحيح الموجود بالراشده بدون ما اخربط بالدواء. ولازم مثلا اذا كان هذا الدواء في شيء اسمه تداخلات دوائيه كثير مهمه يعني مثلا ممكن انا نعم تجاري لا تداخلات دوائيه يعني ممكن انا اذا عم اخذ هذا الدواء مع دواء ثاني يصير سيء بالنسبه لي. فرضا انا مريض قلب عم اخذ بارفارين كمويع دم فاذا مره وجعني راسي حبيت اخذ اسبرين فالاسبرين كمان هو ميع دم من التاثيرات الجانبيه هو ميع دم فهذا الشيء رح يؤدي لي نزف وهذا الشيء طبعا بيعطيني خطر على الحياه. لا انا لازم اخذ بهالحاله مثلا باراسيتامول. فهي القصه انه لما يجيني مثلا مريض عم ياخذ بارفارين فانا لازم كصيدلاني كامانه اني انا اقول له لا انت مثلا لازم هذا الدواء ما بيتاخذ معه اسبرين مثلا وجعت راسك خذ باراسيتامول لانه انا ملم بالخمس سنين ملم صرت بالتداخلات الدوائيه. نفس الشيء ممكن الصادات الحيويه اللي كلياتنا بناخذها دواء التهاب دواء التهاب مين مكان بيروح على الصيدليه بياخذ دواء التهاب سايكلوسبورين مثلا سيفلوسبورين كمان اذا كنت انا عم اخذ خافض شحوم كمان هذا الشيء بياثر فانا لازم خافض شحوم عادي في ايدي معناته هي مهمه الصيدليين انا لا بدي اقول لك شو الاشياء اللي ممكن تاثر على هذا الدواء اللي انت عم تاخذه
وكمان ممكن استخدامي بالنسبه لعند الامراض المزمنه، فانا كمان لازم اذا بعرف هذا الشخص عنده مرض مزمن بقدم له شويه ارشادات ونصائح عن هذا الدواء، عن هذا المرض وشلون هو لازم يتعامل معه. يعني نهايه هو ممكن يقول انه هو يكمل عمل الطبيب بموضوع اعطاء النصائح، فلازم يكون في امانه. مشان هيك موضوع تاجيل الشهاده الموضوع عن جد خطير، لانه اذا كان في شخص موجود بالصيدليه وهو ما له صيدلاني ممكن يعطيك اي دواء مع اي دواء، ما عنده كثير مشكله، ما حيعرف اصلا وما بظن حيكون يعني عنده هالامانه العظيمه لانه هو اخذ شهاده صيدله من عنده. فبظن هي الاسباب اللي كان لازم تكون توصل. فهذا هو الصيدلاني بيجمع كل شيء، بيشتغل بالعقاطير، نص طبيب نص طبيب، طبعا ما بنتعدى حدود نحن الطب. يعني انا الصيدلاني ما بشخص مرض ابدا، فلازم نحن نحترم، يعني مثل ما الطبيب لازم يحترم مهنتنا نحن كمان لازم نحترم مهنته، لانه هو واقف عن هالدي. بالنسبة للدراسة السنة الأولى حتكون مواد مبدئية، يعني رياضيات فيزياء عربي إنجليزي ثقافة، هذا الشيء اللي كله كنت تاخذه بالبكالوريا. يمكن المادة اللي شوي حتكون تشريح بكون بكلية الطب البشري، الفيزياء من جديد تساوي لها مخبر الكلية كنا ناخذها بالبرامكة. المادة اللي حتكون كثير مدخلة على المستقبل هي المادة الوحيدة اللي بتحسوا فيها هون إنه أنتم صيادلة عن جد. حتبلشوا شو تعرفوا شو آداب الصيدلة، شلون لازم أنا أنظم صيدليتي وقصص كلها. السنة الثانية حيكون عندكم حتفوتوا أكثر بالصيدلة في عندهم تأثير الأدوية رائع، الكيمياء العضوية، صناعة دوائي، صناعة دوائي بخصوص شلون أنا بدي أعدل عصيغة الدواء وشلون بدي أظبطه. السنة الثالثة مادة الصيدلة تكون كثير حلوة، حتاخذوها واحد واثنين وبعدين عندكم تكنو. كثير بتكونوا رفقة فيها مع شيء اسمه الهاون، اللي هو انه تدخل لما تدخل تسوي سحلبات وكريمات وشرابات، عن جد رائعة يعني. مشان اذا في الصيدلية اجاكم وصفة غالبا ادوية جلدية، اطباق جلدية بيوصفوا وصفة لازم الصيدلاني يحضرها، فهي بتكون كثير حلوة. بالسنة الثالثة كمان حيكون في عقاقير، تدخل النبات، علم تأثير الأدوية، الكيمياء التحليلية اثنين، دمويات ومرعى بالوسط. بالسنة الرابعة حيكون في أكثر صيدلة في المجتمع كثير حلوة، بكون في إسعاف بشكل كثير بسيط. بالسنة الخامسة أكيد حتوسعوا أكثر بالمواد، تاخذوا آداب الصيدلة رائعة. في عندكم شيء اسمه الملازمة، يعني نحن بالسنة الثانية نحن طالعين على السنة الثالثة لازم نبلش نروح على الصيدلية، مطلوب منا 600 ساعة ملازمة. أنا مو كثير، يمكن 200 كلمة صيفية، يعني بحدود 4 ساعات في اليوم لمدة شهرين. لازم تروح على الصيدلية، تقعد مع الصيدلاني، آخر شيء بتصيروا قبل، يعني قبل ما تتخرج حتى من الخامسة، ممكن بالسنة الرابعة تقدر أنت عن جد تاخذ وصفة وتفهم تفك خط الطبيب وتبدي. وتبلشوا بالملازمة بالسنة الثالثة، إذا طالعين على الثالثة حتحسوا عن جد بروعة الصيدلية، يعني الصيدلية حتكون عن جد حتحسوا ساعتها إنه هي عن جد مو مكان لبيع الدواء بس، يعني كثير في ناس بيصفوا بالصيدلاني، لما غالبا أحيانا بيجوا ناس بيسألوا الصيدلاني بدل الطبيب مشان كلفة المعاينة وإلى آخره، بس أنا عن جد بيوصفوا فيه، حد يعني لما يعطيهم هو الشيء حتحس إنه أنت صار عندك عن جد أمانة إنه هذا المريض رح ياخذ الشيء اللي أنت قلت له إياه. فانت لازم تعطيه الشيء الصح. وكثير يعني حياة اجتماعية بتكون كثير رائعة، انه كل العالم طبعا حيجوا عندكم يتعامل معهم. في بالسنة الخامسة كان في مشروع التخرج، حيكون له 100 علامة هو مثل أي مادة، يكون الطلاب موزعين على الدكاترة وكل واحد بيعطيكم المشروع. بالنسبة للاختصاصات طبعا بس تتخرجوا تفتح صيدلية إذا بتحب. طبعا في عندك اول شيء سجل خدمتي، فممكن تستغني عنها، وفي ناس بتقدم الشهاده للاسف، ممكن تستغني عنها بانه تفوت معمل تشتغل بمعمل لمده سنتين. هلا بعد ممكن اذا ما خلصت، الفكره الحلوه بالصيدله هي فرصه العمل الدغري، يعني انت خلصت صيدله دغري بتشتغل، ما راح مضطر تدور على شغل بمؤسسه حكوميه ولا غيره. الاختصاصات الموجوده بالصيدله هي اختصاصات مراقبة الأدوية، الصيدلة الصناعية، علم السموم، علم تأثير الأدوية على التعقيد، مراقبة الأغذية، كيمياء حيوية سلية، تشخيص الكوري، أحياء داخل القولة الطفيليات. الكيمياء الحيوية السلية، تشخيص الكوري، أحياء داخل القولة الطفيليات بيأهلكم حتى تفوتوا
هو مو موجود للأسف في سوريا، هو صيدلة سريرية رائع. بيكون الصيدلة عندي موجود بالمشفى، وممكن يصير بيتناقش الصيدلة عندي والطبيب بموضوع دواء وقديش ممكن نحدد جرعته للمريض. يعني ممكن سمعتكم بشكل عام احنا بنقول هذا الدواء ناخذ منه 50 ملي جرام، فإنه لا ممكن بالصيدلة السريرية بنصير نحكي إنه هذا الدواء مثلا هذا المريض لازم ياخذ 20 ملي جرام أو 50 ملي جرام. المستقبل الصيدلي شو ممكن تعمل؟ ممكن تفتح صيدلية تبعك عندي صعبة، لو حابب تنسى الاختصاصات بتاعت الأخيرة، ممكن تشتغل بمصنع مثلا اختصاص مراقبة الأدوية أو مراقبة الأغذية، ممكن دعاية طبية أو تدريس بالجامعة بأي اختصاص أنت كملت فيه. جامعتي مش بتعطي الماجستير بس غالبا الدكتوراه لازم تاخذها مبرر غالبا بتنسى. كمان بتصير أكاديمي ممكن تعطي بالجامعة. والأهم موضوع هو مركز أبحاث طبية الأبحاث العلمية. مراكز الأبحاث العلمية هي بالعادة بتكون كمورد مالي، هي مورد أكبر من دولة، يعني هي بحالة دولة. اللي بيشتغل فيها طبعاً معلمنا، اللي بيشتغل فيها بيكون قاعد فيها ساكن فيها، هو المركز بيكون في كل شيء، في مول، في صيدليات، مشافي كذا، هو كامل يعني مدينة كاملة كل اللي بيشتغلوا بالأبحاث العلمية بيشتغلوا فيها. الحلو بالأبحاث العلمية إنه عن جد بيحب يشتغل أكثر بالصيدلة. في شيء يعني في صيدلان يكون اختصاصه بس إنه هو يقعد قدام الكمبيوتر وقدامه برنامج عن مستقبل تاك المستقبلات، مستقبلات موجودة على الأشياء الخلية والأكلية والأكلية، فبيكون المستقبل عنده بالشكل الفراغي وهو بس لازم ياخذ الشكل ويحط عليه دواء يركب عليه دواء، يعني هي بتكون هي مهمته. هو رائع وعارفة هو open source، حنحكي عنه ممكن بعد شوي كمان. يعني في إذا بتدور على الإنترنت على الـ database للبروتينز بتلاقوا بحطوا لكم شكل المستقبل وانتم فيكم تقدروا تشتغلوا على الصيغة، فيكم تركبوا عن جد دواء. هلا إذا بتحبوا تواصلوا أكثر في منتدى الجامعة جامعة دوت نت، وطبعا في جروب على فيسبوك. النشاطات اللي سوا طلاب الصيدلة، أول شيء كان ترجمة موسوعة الصيدلانية. موسوعة التكنولوجية الصيدلانية هي أعظم وأكبر موسوعة بتاريخ الصيدلة، بلشنا بترجمتها من سنتين وما زلنا عم نترجمها، وعم نحاول نوثقها حاليا ممكن ننشرها بشكل بي دي اف على الانترنت. الشيء الثاني هو مدونة أخبار علمية. نحن ناخذ مثلا خبر كل واحد منا بيستلم موقع، مثلا أنا بستلم الورمد، شو في أخبار جديدة عن مثلا دواء انسحب من السوق، دواء انحط جديد بالسوق، كل هذا ممكن أكتب الخبر بشكل بسيط وحط الرابط تبعه بالمدونة. والنشاط كمان كان عندنا الويكي، صار ورشات الويكي بثلاث سنة لأول مرة. حدا بيعرف شو هو الويكي؟ الويكي هو كتابة تشاركية، احنا إذا لاحظتوا لما ندور على الإنترنت بالإنجليزي حتلاقوا كل المعلومات اللي بتكون إياها، بس لما تدوروا بالعربي حتكون معلومات كتير قليلة أو غالباً حتكون منتديات، وغالباً بتفتحوا أكثر من موضوع بتلاقوا نفس الموضوع بنسخ نسخ حاطينه مثل ما هو. فأنا اللي عم نحاول فيه بالويكي واللي حتحكي كمان كان عن مجموعة بويكي روشي عن مجموعة إنه نكتب كلياتنا مع بعض، يعني في موسوعة وكويك عم نشتغل عليها. أي شيء وكويك، يعني أنا مثلا حبيت أكتب، أخذت فرضا بالجامعة عن الأسبرين، دخلت كتبت مقال عن الأسبرين، إجا حدا غيري مثلا لا إنه هون لازم يكون في بوست، هون لازم يكون في نقاط، بفوت هو بيعدل عن المقال، بقدر اي حدا يفوت يعدل عن المقال، او ممكن اذا عنده معلومه زياده ممكن يضيفها، اذا شاف عندي خطا مثلا انا كاتبه معلومه غلط فهو ممكن يبعث لي انه على نقاش الصفحه انه مثلا في غلط في هذا الموضوع، ممكن يعدله هو يحسب الغلط. كلمه اخيره، اي فرع بدكم تدخلوه فكروا كثير منيح اول شيء، وخذوا بعين الاعتبار كل شيء، يعني البيئة اللي انتم عايشين فيها، ظروفكم وكل هالقصص. واي فرع برأيي اي فرع اختصيتوا فيه هو حيكون رائع، لانه مجرد الاختصاص بشيء معين، يعني انا عن جد كنت احب الكيمياء كثير مشان هيك فتت صيدلي، بس لما فتت على الصيدلي حسيت انه لما انا عم اختص بشيء معين عن جد عم بحبه،
لانه مجرد انه عم اعرف اكثر عنه عم يشتغل فيه، فهذا الشيء اللي حببني فيه. واخر شيء ترسمي انا فارماسيست.